التظاهرة اللي كنعملوا اليوم تندرج في إطار تدابير يعني حملة وطنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهذا جاء طبعا يندرج أولا في إطار أسبوع ثقافي اللي كتنظمه المؤسسة كل سنة، وهذا السنة اخترنا له يعني الموضوع ديال الصحة المدرسية، ويتزامن من طبيعة الحال كيتزامن مع هذا المرض الآن اللي هو منتشر واللي هو الآن يشغل بال العالم بأسره، كورونا المستجد. جاب طبعا حتى هذه التظاهرة اللي كنعملوا عن جات استجابة لواحد مجموعة المراسلات اللي صدرت عن وزارة التربية الوطنية، الأكاديمية الجهوية، المديرية الإقليمية، لكلها يعني تصب في إطار يعني اتخاذ أو تنظيم تظاهرات تحسيسية توعوية لفائدة الأطفال والأطر كذلك العاملة بالمعهد من أجل الوقاية واتخاذ الحيطة والحذر. في إطار التحسيس اللي كتقوم به مندوبية وزارة الصحة وخاصة فضاء الصحة للشباب في جميع المؤسسات التعليمية، وتزامنا مع الوباء اللي كاين حاليا اللي هو الكورونا فيروس، تقوم مندوبية وزارة الصحة بالتحسيس خاصة في المعهد أبو القراق الثقافي أبو القراق بالتحسيس حول هذا الوباء ديال الكورونا فيروس اللي طمأنت أولا الساكنة، وثانيا للتحسيس حول القواعد الوقائية التي يجب اتخاذها لتفادي هذا المرض. قايمين بالواجب بحملة تحسيسية كنقوموا بها يوميا مع التلاميذ ديالنا من حيث النظافة، من حيث عدم زرع الخوف التلاميذ إلى ما شابه ذلك، من حيث النظافة كيفاش يتعاملوا مع هذا الحدث ديال هذا المرض، هذا الحدث الطارئ اللي كنا كنعرفوا بأن العالم كامل دابا مبوء وموبوء. احنا الحمد لله بقينا عدد الحالات قلال، ولكن من الأحسن يستحسن أن التلاميذ يكونوا واعيين بهذه المسألة ديال النظافة اليومية، فاش منين كينوضوا في الصباح من المنازل ديالهم حتى كيخرجوا من عندنا من المؤسسة، بما في ذلك غسل اليدين بعد كل فترة دراسية، بعد كل مادة كنخرجوهم يغسلوا يديهم، زائد بالإضافة إلى استعمال المعقم اليدين، ثم حاولنا ما أمكن نبعدوا بيناتهم، يعرفوا بأنهم ما يختلطوش بعضهم البعض. الحمد لله التلاميذ عندنا واعيين بهذه الأمور، لأن حتى الآباء ما شاء الله عليهم في المنازل قايمين معنا بهذا الدور.